الإيثير، التركيب الإلكتروني للإيثير، الخواص الكيميائية للإيثير، استخدامات الإيثير. دعنا ندرس تكوين أو هيكل إيثير ثنائي الميثيل. هنا الرابطة بين الكربون والأكسجين رابطة من النوع سيجما، ونوع التهجين في الكربون والأكسجين هو SP3، والزاوية بين رابطة الكربون والأكسجين والكربون هي 111.7 درجة. الخواص الكيميائية للإيثير: إيثير ثنائي الإيثيل CH3CH2OCH2CH3 زائد ماء H2O مع التسخين وتحت ضغط عال تعطي مولين من الإيثانول 2CH3CH2OH، وعند تسخير إيثير ثنائي الإيثيل CH3CH2OCH2CH3 زائد مولين من حمض الهيدرو أيوديك HI يعطي مولين من يوديد الإيثيل 2CH3CH2I زائد ماء H2O. استخدامات الإيثير: إيثير ثنائي الإيثيل سائل متطاير وسريع الاشتعال وشحيح الذوبان في الماء، ويعتبر مذيبا لمعظم المركبات العضوية مثل النفتالين. وعلى ذلك فإنه يستخدم كمذيب، ويستخدم الإيثير ثنائي الإيثيل أيضا كمخدر في أثناء العمليات الجراحية.